الله أحسنت ما شاء الله. أسأل الله عز وجل مثل ما تفضلت أن يغيث البلاد بالأمطار وأن يغيث قلوبنا بالإيمان والخير. حبيبي شايع، أهلا وسهلا. الله يا أبو عبد الرحمن نور. الله يرفع قدرك. سعيد جدا بهذه الحلقة اللي نتمنى أن نقدم فيها الفائدة ونستفيد كذلك. حيا الله مشاهدينا الأكارم. حبيبي عبد الرحمن نورت. حياك الله، يا مرحبا بنورك، الله يسلمك. سعيد بتواجدي، واللهم لك الحمد. وصلنا الآن إلى اليوم 23، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا آخر الشهر ويبارك لنا فيه. حلوة، لا لا جبتها صح. أنا أذكر مرة واحد من الخطباء كنا في الجزائر والظاهر الخطبة لقاها مكتوبة، يعني ما حضر. وكان ثامن رمضان أو سابع رمضان، قال اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وإحنا الآن 7 و8 رمضان دخلنا وخلصنا. فهو قال اللهم بلغنا ليلة القدر. كنت يعني عنده عزيمة ما استطاع يا حق. لا أنا قلت الله يبلغنا تمام الشهر ويبارك. لا لا قلت لك أنت قلتها صح. وتذكر هذه. إيه لا لا أنت تجرب بعض يا عبد الرحمن. إيه من باب ال. هذا واحد برضه من الشباب معنا في الجروب. إيه أحسنت كذا نريد. يمكن شائع معنا بعد في الجروب. لازم دخل شايع. ايه شايع معنا فعلا عشان يتورط. انا بتذكر لحظه مرسل لنا الله يجزاه خير. خلنا طلع الرساله بس ما راح اقول. لا 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 دعاء كله خير يعني عفويه بس. دعاء كله خير هو ترى بس. اللهم صل على محمد صلى الله وسلم. هنا وش قال؟ قال اللهم بشر هذه المجموعة الطيبة بالجنة العالية ذات القطوف الدانية، اللهم جازهن بالعفو والغفران. جازهن قصده جازهن أجل نسخ الأصغر والعتق من النيران. اللهم ألهمهن الرشاد وأصلحهن لهن النية والذرية واجعلهن من الراشدات. هذا مشكلة. هذا النسخ الأصغر. هذا النسخ الأصغر. هذا مثل اللي عايدك يرسل لك تهنئة في العيد ويقول من أختك أم محمد. هذا النسخ الأصغر. جزاه الله خير شاد حيل في ليالي رمضان. هذه عاد تصير مواقف، هذه اللي بيرسل رسالة جماعية ويسوي جروب. هذا يسوي جروب كامل ويضيف لك 50 واحد 70 واحد أو ومطلع يعني خواته على أهل على أقارب على أصدقاء كلهم في جروب واحد، في الأخير يقول المعذرة ترى بيرسل رسالة جماعية. فينتبه عاد في رسالة جماعية وفي إنشاء مجموعة جديدة. أحسن. أنا سبق نوهت على هذا. وكذلك إذا بترسل يعني مثلا نص بدايته جميلة فيها تذكير وفيها تهنئة جميلة، مو بتقرأ البداية وتنسى الآخر الرسالة، لا أقرأ آخرها، لأن آخر الرسالة يكون المهدي، فيقول مثلا مين محبك، ربما تكون مو فلان أو أخوك أبو صالح وأنت أبو سعد، كيف هذه؟ أخذوا الحيطة والحذر من الآن. العيال حبيبنا الأستاذ الراوي سلطان المجنوني صاحب برنامج حكاية سلطان واللي جينا في الأجاويد، رجل متحدث لبق جميل، مرة مرسل لي رسالة صوتية، المهم سلام وثناء وكذا وكذا، المهم خلاص أنا قريت وسمعته بعدين لما شفته في المجد في الأجاويد رتبنا وتقابلنا وأفطرنا. قلت له ليش ما قلت انك جاي؟ قال لي انا في اخر رساله قلت له. قال لي تخيل لو قايل لك في اخر رساله انه جايك مليون ما تسمع. اسمع للاخير، انا بس يوم شفت كيف حالكم وكذا ردي. انا عشت في كيف حالكم وخلاص. قلت هذه هي غالب الرسائل. هو في الاخير كان يقول اني جاي الرياض وكذا. قال لي تخيل لو قايل لك جايك مليون مرة عليه. البارح كنت متصل على واحد ابو عبد الرحمن نفس الطريقه هذه، فسالف معه تعرف دقيت على واحد وكنت يعني عندك بينك وبينه شغل تلطف الجو كيف حالك ان شاء الله طيب الاهل طيب. فقال لي ايش اللي بعد السلام هذا؟ اوه إيه قلت يا اخي انا اعرف الناس يعني شخصيتهم قويه بس مو بالدرجه هذه يعني انا يعني في المصلحه بعدها ايوه قلت انا لطفا مني ترى اتلطف معك ولا بامكاني اقول لك الموضوع من البدايه بس. لا هذه اللي قاله حبيبي فهد ترى صح، يعني تعودنا انه الواحد لما يتصل احيانا تسلم الناس فهموا انه الان الاتصالات او الرساله لطلب شيء، ف يعني يجب ألا نعيش لا الدور لا من المرسل ولا من المرسل. يعني ما في ناس تتصل فقط تقول السلام عليكم كيف حالك حبيت أطمن عليك خلاص، يعني مو كل الاتصالات أنه فيها طلب شيء. وكذلك أنت يجب أن تحسن الظن، مو معنى أنه اتصل أنه معناها كذلك يريد شيء، بالعكس قد تكون المصلحة لك، وقد يكون وأعظم المصلحة أن يكون سلام ومحبة في الله، السلام عليكم كيف حالك حبيت أطمن عليك، وهذا من الأدب وحسن الخلق الإطمئنان على الناس. أما الإنسان سنتين ما يتصل بعد الرسالة فيها 20,000، بالعكس لو كان الإنسان سمحا ترى تمشي معه. بعض الناس سبحان الله ما تفرق معه هذه، يقول مدام اخترتني لحاجتك فما عنده، كأنه كنت تكلمه أمس. أهم شيء في قلبه أبو عبد الرحمن، يعني مثلا أنا أبو سعد ويا أصدقاء مثلا ارتبط بعمل أو ارتبط بشيء يعني وينشغل الفترة الماضية، بالعكس أنا كون أني أعرف يعني
وش انا عند ابو سعد عادي انا ما يزعلني الامر سواء تواصل معي او قل التواصل اعرف انها لظروف عنده ما هو يعني انه متعمد انه يتجاهلك او شيء بس بعض الناس لا اذا انا صديقك وانت مني شيء لازم تواصل معي كل نهايه اسبوع تطمن علي واذا بغيت شيء بعدين اشوفه اخدمك ولا لا هو الاصل ان تكون الخدمه لله يعني ليس صحيح صحيح هذا وان خدمت الله يجزاك خير وما خدمت فهو لك يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.